انا كنقولها بالنسبه للناس اللي باقين شي شويه الوليدات عندهم باقين شويه تحت ايديهم، واللي ما عندهمش وليدات تكون في خبرهم باش نهار ان شاء الله تعالى يكونوا عندهم الوليدات يلقاو القضيه، يلقاو القضيه ميسره باذن الله عز وجل، والله يصلح وليدات المسلمين. ملي كنقول انا ولدي كنقول ليه الاهداف ديالك اللي تحققها بهذا الترتيب، وهذا غتلقاوه في الكتب مثلا ديال تدبير المقاولات وكذا شي ديجيسيون دي زونتربريز اورغانيزاسيون ولا اخره، غتلقاه هذه المساله. من بعد ما كيدوزوا معاه من الهرم ديال ابراهام ماسلو البيراميد ديال البزوان، تيدوزوا معاه المساله ديال تحقيق النجاح. النجاح شناهو؟ كيقول لك اودي خصو يمر عبر مراحل ولا تتخطى مرحله الى اخرى، لانك يعني لو تخطيتي مرحله الى اخرى النجاح ديالك غادي تفشل. كيقول لي شناهو الخطوه الاولى؟ انك تقرا. قلت له مزيان. الخطوه الثانيه انك تخدم، والخطوه الثالثه انك دير رفيق حياه يعني تزوج، والخطوه الرابعه انك دير وليدات. ترتيب ديال الخطوه الثالثه والرابعه قد افهمه، تزوج عاد دير وليدات على مرحله. لا يحضروا معنا ولادنا لعرسنا ما حاجه. هذه ثقافة غربية، حنا علاش كنتكلم على أن المسلم ولا مدخول، هذه ثقافة غربية، يعني بالنسبة للشباب اللي مشاو وصارت تتسلل إلينا الهوينة، نسأل الله العافية. اللي مشى مثلا أوروبا ولا كذا، يجد في المحلات ديال التي تبيع قلت الألبسة الخاصة بالأزواج، ماشي ديال العراس، روب دو ماغي ولباس العروس ولباس العروسة وكذا. ولاو تيبيعوا هذه تقريبا ما يقارب 20 سنة، يعني شي عندهم بعيد شي شوية. ولو تبيعوا كتلقى مثلا باك تبيع لك فيه اللباس ديال العروس او ما صرنا نطلقوا عليه العريس، واللباس ديال الزوجه ديك اللبسه البيضاء اللي موضوع اخر هذا في اللبسه البيضاء يا اخي قاسم منها واللبسه البيضاء كودي لاباس. المهم ما علينا، لبسه اللبسه البيضاء وحداهم اللبسه ديال وليد صغيور وديال بنيته صغيوره. كتقول لهم شو زعما هادو دوك دوك الاشبين ديالو اللي كيجي معاه ولا شنو؟ كيقول لك لا هادو راه ولادهم. واخا اذا الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه هذا قد اتفهمه، قد اتفهمه، لكن ردوا البال كاين عندنا اشكال اخر ملي كنقولوا هذا هي درجات النجاح وما خصكش تخطى درجه لدرجه اخرى. درجه النجاح بالنسبه لشكون؟ بالنسبه للذكور ممكن، حيت غتقول لي اقرا وخدم، لانك يعني تقول انت هو القوام على البيت، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. عاد جات موراها فالصالحات قانتات حافظه للغيب بما حفظ الله. كندوز للدرجه الثالثه يخدم، الثانيه يخدم، الثالثه يتزوج، والرابعه يدير وليدات. ندوز دابا عند بناتنا. كتقول لها راه تقدم لك واحد السيد راه كذا هكذا هكذا، يعني الاوصاف النبويه اذا اتاكم ان ترضون دينه وخلقه، بالاضافه الى التكافؤ على مستوى مثلا الثقافي وعلى المستوى المادي الى اخره، هذا مما قد اشترطه بعض اهل العلم في هذا الباب باش ما نوقعوش في المشاكل اللي حنا كنعيشوها دابا. كتقول لك اما هي اما امها او لبها في اقبح الاحوال. تقول لك شنو نتزوج دابا؟ لا تنقرا كما قريتي ونخدم، زيد ديك الكلمه المفتاح وندير علاش ما حافظينها وندير علاش الرجاء. السؤال ندير علاش الرجاء فين؟ واش مع ولاد رجعي للدار؟ ما فهمتش ندير علاش الرجاء فين؟ لا حيت فهمني مزيان ملي كنبداو نتكلموا ديال انني خاصني يعني وجوب، اللي كنتكلموا على الوجوب فديك المنظومه العقديه والقيميه اللي تكلمنا عليها، الوجوب فيها وجوب شرعي. فهل هذه المساله التي تذكرين او تذكر الام او على اقبح الوجوب يذكرها الاب، هل هذه مساله واجبه وجوبا شرعيا؟ منين هذه القضيه جاها الوجوب الشرعي؟ لكن اش غنلقاو؟ غنلقاو ان هذه المساله تسبب فيها، نحن لا نبرر لكن باش نشرحوا ونفهموا الامور في الغالب. هذه المسألة تسبب فيها غياب المنظومة القيمية الإسلامية في أذهان الآباء، فاعتادوا على الأمهات اللي هما ربات البيوت، فصارت الأم تحس بنفسها أنها مضطهدة داخل البيت، فإن قالت لزوجها أنا متعبة وكذا تيخرج لهذيك الجملة العجيبة والغريبة التي لا ندري من أين أتى بها، كيقول لها مالكش كديري راك غير
جالسه هي هذه اللي دايرينها هادو، هذه جالسه دابا جالسه وتتصنت، هذه جالسه في الدار. واش عرفتي شنو هي المره تجلس في الدار؟ تجلس يعني دير كرسي وتجلس، يعني غتعيش في العفن الا بقات هي جالسه في الدار، في حين انت كتدخل البيت وكتلقى البيت نظيف وكتلقاه مرتب وتتلقاها تسارع في هواك وكتبغي تطيب لك داكشي اللي بغيتي انت وتقاد لك الامور وتصوت وتهز وتحط الى اخره، وانت كتجي كتقول لها قال مالك اش كديري غير جالسه في الدار؟ لا ماشي جالسه في الدار، هي مسؤوله على الدار رحم والديك. فاذا ضبطتي هذه المساله هذه المراه غادي تحس براسها انها فخوره انها مسؤوله على البيت، وما غتبقاش تمرر السم ديالها لذوك البنيتات. في حين تم عندما تضطهد المراه تحس بمركب نقص في قضيه انها ربت بيت، حتى على مستوى الاداره الله يغفر للجميع ملي كيجيو قيدوا لها كذا كيولى المهنه كتقول لها ودي هي كتقول على راسها هذه الجمله المحتقره لنفسها، كتقول لها اودي انا غير جالسه في الدار، انا هي جالسه في الدار. ملي كيقيد لها ما كيقش لها ربات بيت، حنا ملي كنا صغار كنا كنكتبوا ربات بيت، اما دابا كيكتبوا لها بدون، ما عندهاش مهنه ما كدير والو هاد السيده، ما عندك مهنه ما عندك وجود. علاش ما عندك وجود؟ لان في الفقه ان صح التعبير في الفقه الليبرالي ما عندك مهنه يعني ما كتخلصش الضريبه، ما كتخلصش الضريبه يعني انت انسان لا يستفاد منك، لا يستفاد منك يعني انت دون، انت ناقص التهاب لتحت انت ناقص. فهي كتقول لبنتها كتقول لها وياك ديري الغلطه اللي درت انا، سميتو وتقراي تخدمي ديري علاش ترجعي. ملي كيبدا هاد التروماتيزم كتبدا تخرجوا هاد السيده في بنتها، شتي اللي وقع؟ البنت كتلقى راسها مقطعه ما بين جوج الحوايج، ما بين هذيك الحمولة الثقافية وهذاك المعتقد اللي تعطاها واللي مصحش، والمنظومة القيمية اللي تولدات على ذاك المعتقد اللي مصحش بحسب المرجعية الإسلامية اللي كنتكلموا، هذاك الشيء اللي مصحش كيخليها أن في فطرتها الداخل أنها رباغة تبني واحد الأسرة وتقاد وتدير إلى آخره. لكن المجتمع اللي هي كتعيش منه، من المجتمع المصغر اللي هو الأسرة ديالها حتى المجتمع الكبير الذي صار يمارس عليها ضغطا لا يحتمل في الإعلام وفي الإنترنت وفي كذا وفي كذا وفي الدراسة والأساتذة إلى آخره، كتلقى راسها باللي خاصها تختار ما بين وحدة في الجوج، ما كيبقاش عندها الإمكانية أنها تجمع، فتلجأ إلى الترجيح كما يقول الأصوليون، إذا تعذر الجمع يلجأ إلى الترجيح. فهي تلجأ إلى الترجيح، علاش؟ لم تعطها الآليات من أجل الجمع، والجمع أولى في هذه الحالة. حتى إذا تعذر الجمع ولجأت إلى الترجيح رجحت بحسب الأولويات الفاسدة التي امتلأ بها الدماغ أو امتلأ بها العقل، وعندنا كلام ربما عن قضية الأولويات إذا سعتنا في الوقت. فملي كنجيو لقضية الترجيح، ماذا ترجح؟ ترجح ما هيمنت به الثقافة الغالبة داخل المجتمع. وحتى إذا اختارت واحدة من جوج كتلقاها دائما ما تتم حياتها وهي تتحدث عن ما ضحت به من أجل الاختيار الآخر، وتبقى تسمع كلمة ضحات وضحيت وعلى قبلهم درت وعلى قبلهم ضحيت. إما غتكون اختارت على توصل لواحد الوقيتة، وسمعينا بنتي الله يرضي عليك، أو توصل لواحد الوقيتة هذاك الراجل راه غادي يطيب شي شوية ديال البيتزا وناكلو برا، راه غادي يطيب، وحد الراجل غادي وهذاك الراجل غادي تلقاه تبارك الله مثقف ومنفتح ومتفتح وكاع داكشي اللي بغيني. ولكن راه ملي غيسهل الله عز وجل والله يصلح وليدات المسلمين، ملي غيسهل الله في شي وليدات صغار وغيتموا جايين غيبداو يكبروا بيناتكم، راه غيبدا يشوفك راه كتدخلي انت ويا حتى السبعه العشيه. اما الا كان عندك دي بلاصمون حيت عندك ميسيون هنا ولا ميسيون هنا ولا ميسيون هنا وهو خدام، غيولي ديك الساعه هاز التليفون وانت معيط ليه، انت ملي تجي معك الدراري من المدرسه وسخن لهم هذه سميتو، انا راه غالبا غادي نبقى حتى عندنا ميسيون شداد هنا، راه غنجي حتى الاثنين مع الصباح، وغيبدا يحس براسو راه هو مامات الدراري. يوصل فين ما وصل في الثقافه، خذيها من عندي، يوصل فين ما وصل في الانفتاح، يوصل فين ما وصل في التعلم، كيبقى يحس براسو داخل البيت انه راه هو المسؤول الاول على البيت. فملي كيبدا يلقى راسو بلي راه بداو الادوار كيتبادلوا فهو لا يقبلها وحده بجوج. اما غادي يعاود يقول لك اجي نديروا واحد لا نيغوسياسيون دو كونطرا، غنعاودو من الاول اشري فيها، اما غنعاودو على الاسس التي ينبغي، اما هذا فراق بيني وبينك، اما غيقول لك اودي ما فيهاش ودابا المدونه ونقول لها بسلامه، يقول لك خاصك تحط لها كذا وانا ما نعرف، خليها وبغات تعيش حتى انا نمشي نعيش. وكيوليو عندنا اشكاليات ديال زوج عنده اولاد ودايع مع هذه هنا ودايع مع هذه هنا ودايع مع هذه هنا،
ولا يظن ان احد ان الامر يعني لا زال يعني عسيرا كما كان في زمن الغفله ديالنا احنا. اقصد الغفله من الباب الايجابي، الغافلات المؤمنات وكذا، الباب الايجابي اللي ذكره القران ماشي الباب السلبي اللي ذكره القران. دابا ولات القضيه ميسره، دابا ولات هي اللي تدخل عنده بلا تفريه، ما يتسناش ويمشي يقلب عليها، هي اللي جا عنده. فغلقها واحدة بجوج، غلقوا هذيك السيدة كتقول لنا يا إما ما بقيتش قادرة نقبل على هاد الوضعية، وغتقلب أنها تفارق. ملي غتفارق غتلقى حياتها كلها اللي بقات غتبقى تعاود ديك القضية ديال وراه ما راه عاشية، وأنا على قبله ضحيت، وأنا على قبله درت، وأنا على قبله كذا. أولا غادا تختار أن هذا الرجل اللي غيجي وغادي يتصمت عليها وبدا يحسد عليها وكذا إلى آخره، بلاش منه، خليني أخويا نخدم، نكمل خدمتي ونمشي بخير. وغتبدا تغرق راسها وسط الخدمة، علاش؟ باش تنسى أن راه عندها واحد الجانب وجداني لا يكتمل إلا بزوج. غتبدا تكتر على راسها الخدمة، ومن بعد هذيك الخدمة بلا توصل واحد الوقيتة يقول لها ما نعطلوكش، خطأتي في هذه وفي هذه وفي هذه، فوت كراف، بسلامة، الله يعاون الله يعاون. غتبقى تجلس عاوتاني تبكي وتقول على قبل الخدمة ضحيت بكذا وضحيت بكذا وضحيت بكذا وضحيت بكذا. في كلتا الحالتين علاش؟ لأنها حاولت أن ترجح بين أمرين بحسب مرجعية فيها شيء من الخلل على أحسن الأحوال أو في أحسن الأحوال.